قال وزير الشؤون الديواني الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح أن رؤية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه 2035 تتكون من 3 أجزاء أساسية، منها ربط الاقتصاد بالأمن، وهنا جاء مشروع الجزر الكويتية ومدينة الحريرة. تصريحات وزير الشؤون الديواني الأميري جاءت خلال لقاء مفتوح لمعاليه بمركز اليرموك الثقافي وبحضور أعضاء لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأعضاء من إدارة جمعية الصحفيين وعدد من الإعلاميين ولفيف من ممثلي وزارات الدولة وهيئاتها المختلفة. مشروع وهذه أحلى ما يكون حلم، لكن الحلم ما راح تصبح حقيقة. العجز المالي أو العجز، لكن خل المشروع هذا يبتدأ يعني من القرية، نبدأ من الشمال من ميناء البحر. 5 جزر و3 ركائز يقوم عليها مشروع تطوير الجزر وإحياء طريق الحرير التاريخي ضمن رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه 2035 في تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي. المنطقة راح تكون لها أهمية خاصة في فتح الأفق مع جيراننا وأصدقائنا العراق وإيران، هم محتاجين إلى تنميتهم، ونحن الجزيرة هاي راح توفر من المراكز المالية الدولية حتى يسهل التعامل مع الدولتين. يمكن ناس كثير تشغلهم قضية الإدارة، من راح يدير؟ هل الرؤية الجديدة المختصة في الجزر لقينا وعملنا دراسة أولية، راح يكون مجلس أمناء، أقدر أقول لكم إياه من الآن، راح يكون مجلس أمناء هو الحاكمية في المنطقة. الجزر هي بوبيان، وربة، عوها، فيلتة ومسكان. أما ركائز إنشاء المشروع فهي ربط الاقتصاد بالأمن، تعديل عام في مؤسسات الدولة، وإعادة الأنشطة العامة في الدولة كافة بمساعدة مستثمر أجنبي. راح تكون الشرائع والقوانين مشجعة تماما للأجانب والمواطنين هم يستثمرون في المنطقة. وليش نبي المستثمر يستثمر؟ لا يكفي إنه بس يستثمر، احنا نخلق له الجو المريح إنه يستثمر ويسكن، لأن في السكن هو جزء من الحماية للدولة. مشروع تطوير الجزر وتحديدا الشمالية منها بدأ مع موافقة مجلس الوزراء عليه بالمرسوم 2014/9، وهو في إطاره العام ينص على إنشاء بيئة اقتصادية اجتماعية بيئية مختلفة عن النمط السائد حاليا في الكويت. مختلفة عن الوضع الحالي، مو أن احنا ننحاش عن الوضع الحالي، ولكن يكون عندنا منفس نبدي نعمل فيه أمور تختلف عن اللي الامور اللي موجوده الحين، بحيث اللي ينجح هناك ممكن احنا نستفيد منه باللي نسميها يعني الكويت الحاليه. احنا نقول لكل اخواننا العاملين في الاعلام الخاص تحديدا سواء المقروء او الالكتروني ان يتفاعلون مع هذا الموضوع بشكل ايجابي، وخليهم يتفاعلون معه ويبحثون هم ايضا بطرقهم عن كل ما يتعلق بهذا المشروع، ويأخذون بشيء من الوطنية، لأن هذا مشروع وطن، هذا مشروع الكويت وأجيال الكويت. جمعية الصحفيين الكويتية أرادت هذا اللقاء المفتوح منصة حوار تتلاقى فيها الأفكار والتطلعات وتعرض فيها التساؤلات، وهي تعد بلقاءات أخرى مفتوحة لبلورة بنود المشروع على أرض الواقع. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.